إلينا مراسل الحدث محمد عوض، أهلا ومرحبا بك معنا محمد. قبل دقائق فقط ورد العاجل عن الاستهداف بمنطقة قريبة جدا من مستشفى ناصر، وأنتم دائما متواجدون في محيط هذه المستشفى. ما هي آخر الأنباء وهل من تفاصيل لديك؟ بالفعل رشا، أغارت طائرة حربية إسرائيلية قبل قليل على هدف في غرب مدينة خان يونس، تحديدا في المنطقة المجاورة لمستشفى ناصر. المعلومات الأولية تشير عن استهداف لمسجد خالد بن الوليد تحديدا في معسكر خان يونس، وهو المنطقة التي نتوقف بها، لكن في المنطقة الغربية لمشفى ناصر. أعمدة الدخان والسحاب تتصاعد من المكان المستهدف، وسيارة الإسعاف هرعت قبل قليل إلى مكان القصف. المعلومات تشير عن وقوع عدد من الإصابات نتيجة هذا القصف، خاصة وأن هذا القصف تزامن مع فترة تسوق المواطنين من تلك المنطقة، والمعروف عنها هي منطقة مكتظة بالسكان وبالمتسوقين نظرا لجغرافيتها ومكان تواجد سوق معسكر خان يونس في المنطقة. خرجت قبل قليل سيارات الإسعاف من مستشفى الناصر الطبي، وذلك لنقل بعض الإصابات كما ورد من شهود العيان، لكن حتى هذه اللحظة لم تعد سيارات الإسعاف إلى هذا المشفى، وننتظر الدقائق القادمة لربما تحمل مستجدات جديدة حول هذا القصف الذي استهدف مسجدا إلى الغرب من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. والآن فقط للإشارة محمد على الشاشة، يعني تظهر أعمدة الدخان في المنطقة الحدودية حدود غزة طبعا من جراء عدة استهدافات، وعلى ما يبدو أن نيران ما تزال مشتعلة على إثر آخر ربما ما تم تصويره على الشاشة من غارات جوية، وعلى ما يبدو بأن الحريق كبير وأعمدة الدخان فعليا دخان أسود متصاعد بشكل كثيف الآن. محمد، هل هذه الاستهداف، هذه المنطقة التي استهدفت اليوم، هي ربما المرة الأولى التي تطال فيها الغارات الإسرائيلية هذه المنطقة التي هي بالقرب من محيط مستشفى ناصر؟ هي المرة الثالثة التي تغير طائرات الجيش الإسرائيلي على نفس المربع ونفس المنطقة، وذلك لوجود عدة استهدافات داخل منازل آمنة ومدنية. كان هناك استهداف مماثل لمنزل عائلة أبو شمالة، والذي مضى ضحية هذا القصف أكثر من 50 مواطنا من سكان هذه المنطقة ومن النازحين أيضا، إضافة إلى تضرر المنطقة بشكل كامل. هذه الغارة التي وقعت قبل قليل هي غارة كبيرة نسبيا مع حجم الدخان والبارود الذي تصاعد نتيجة هذا القصف. حتى الآن تم نقل بعض الإصابات من قبل سيارات مدنية، وسيارات الإسعاف وصلت قبل قليل في هذه اللحظات إلى المشفى، وهي تقل بعض الإصابات من هذا القصف. عملية التمشيط وإزاحة الركام بدأت في تلك المنطقة كما يفيد أحد شهود العيان، ويتم البحث عن مفقودين أو ناجين داخل هذه الركام وهذا المكان الذي استهدف. الجدير ذكره بأن مسجد خالد بن الوليد إلى الغرب من خان يونس يقع بين تكدس للسكان، وأيضا يقع بين عدد من منازل المواطنين، وكما نشاهد في الصورة سيارات الإسعاف تنقل بعض الإصابات من مكان الاستهداف بالتحديد إلى الغرب من محافظة خان يونس. أما عن أعمدة الدخان التي تتصاعد وترينها في الشاشة، هي ناتجة عن قصف الجيش الإسرائيلي لعدد من مخازن الأخشاب إلى الشرق من مدينة غزة. المعلومات تشير إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت بركس تجاري وبداخله بعض المواد بعض الأخشاب، مما أدى إلى اشتعال النيران في هذا البركس وهذا المخزن. أيضا سيارات الإطفاء تجد صعوبة بالغة في التحرك بأريحية أو التحرك بمنظور الإطفاء، لأن هناك استهدافات متتالية، وأن بعض أو جميع مناطق مدينة غزة معرضة للاستهداف وللخطر بحكم التصاعد المتسارع في الميدان، وبالتالي يصعب على سيارات الإسعاف التنقل بأريحية في مدينة غزة. أود الإشارة هنا إلى أن الفصائل الفلسطينية أطلقت قبل قليل دفعة من الصواريخ اتجاه البلدات الإسرائيلية، حيث شاهدنا عددا من الصواريخ انطلق قبل قليل إلى الأراضي الإسرائيلية. حاولت منظومة
القبة الحديدية اعتراض قسم او اعتراض بعض الصواريخ. الان يرد هذا الخبر بان هناك اضرار لحقت بقسم الاشعه في مستشفى ناصر الطبي على اثر استهداف مسجد خالد بن الوليد في منطقه المعسكر غرب مدينه غزه، وهذا ما كنا نتحدث به، غاره قريبه نسبيا الى المشفى ادت الى تدمير مسجد خالد بن الوليد، بالإضافة إلى يعني المسجد دمر بالكامل محمد، ولحق الضرر في هذا الجزء من مستشفى ناصر حتى الساعة. بالفعل هذا ما يرد من الميدان بأن المسجد دمر كليا، وشاهدنا سحابة الدخان التي وثقناها قبل قليل وهي تتصاعد من هذا المسجد الذي تم قصفه بشكل مباشر دون تحذير سكان المنطقة أو إنذارهم، مما أدى إلى تدمير المسجد بشكل كامل ووقوع عدد من الإصابات حتى الآن، إضافة إلى أضرار كبيرة لاحقت في قسم الأشعة في مستشفى ناصر. وهذا بفعل أن الغارة الإسرائيلية هي قريبة نسبيا من المشفى، وهذا ما أدى إلى لحوق الأضرار داخل قسم الأشعة. طيب محمد، من المعروف بأن المشافي ومع بدء هذه العمليات العسكرية والتصعيد باتت تشكل ربما ملاذا لبعض النازحين، هل أيضا هناك بعض من نزحوا من الشمال يقيمون ربما في بعض المناطق أو في محيط مستشفى ناصر قد ربما طالهم شيء من الضرر من جراء هذا الاستهداف؟ حتى الآن لا إصابات في صفوف النازحين، لكن عن النازحين الجدد إلى هذا المشفى بدأنا نشاهد ازدحام أكثر من الذي مضى، ووجوه جديدة يعني داخل أروقة المشفى وداخل أيضا باحث المشفى. واليوم أصبحنا نميز من يأتي بشكل من يأتي حديثا إلى المشفى ومن كان معنا في الأيام الأولى من فترة النزوح، لأن هذا المشفى يعج بالنازحين، وأيضا نحاول الاستماع إلى شكواهم دوما. هناك بعض العائلات نجحت في الوصول إلى هذا المشفى واتخذت المشفى مكانا للإقامة.